أهلا بكم وحلقة جديدة في حوار اليوم. أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي حزمة من الإجراءات الاقتصادية لمواجهة فيروس كوفيد-19 المعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد خلال لقائه بعدد من السيدات المصريات بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة المصرية. في هذا السياق أيضا طالب الرئيس الشعب بمزيد من الالتزام والمسؤولية والانضباط خلال الأسبوعين القادمين حتى يمكن العبور من أكبر أزمة يواجهها العالم. أضاف سيادته أن التأثير الاقتصادي سيكون عميقا لكافة الدول بسبب أزمة كورونا، وأشار إلى أنه يجب وقف التخالط بين المواطنين خلال الفترة المقبلة حتى نخرج من هذه الأزمة بسلام، مؤكدا عدم وجود أي مشكلة في السلع حيث إنها متوفرة لكل المواطنين. حول إجراءات الرئيس السيسي الجديدة لمواجهة كورونا يشرفنا في حلقة اليوم دكتور إسلام عنان أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة. مرحبا بك دكتور. أهلا وسهلا. هيكون بالتأكيد حديث شيق، لكن نبدأ بهذا المقطع الصوتي للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. تعاملنا مع الموضوع من الأول وكالعادة بمنتهى الشفافية، والبيانات اللي بتطلع من وزارة الصحة ومن الحكومة بشأن هذا الموضوع بيانات بتعكس الواقع اللي احنا موجودين فيه. وبالمناسبة الأرقام اللي بتطلع هي أرقام موجودة عندنا. طب يعني انتم مستكترين ان ربنا حتى الآن يحافظ علينا بالعلم وبالأخذ بالأسباب، عشان ما حدش يعني ياخدنا في اتجاه بالأخذ بالأسباب، ربنا سبحانه وتعالى ما يحميش مصر. فأنا بقول لكم كده عشان مش أطمنكم بس، ولكن كمان عشان ناخد بمزيد من الأسباب. يعني عايز أقول إيه في اللي يهمني أن يوصل لكم في المسألة بتاعت في مسألة معالجة كورونا كأزمة وكوباء عالمي، أن الدولة المصرية خدت بالأسباب وبذلت كل الجهد وما زالت في مجابهته. فأنتم ما تستكتروش أن رد الفعل كده النتيجة تبقى كده، ولكن خلونا نقعد أسبوعين على الأقل كده، يعني مزيد من الالتزام، مزيد من المسؤولية، مزيد من الجدية، أقول مزيد من الانضباط، مزيد من الانضباط. ساعدونا يا مصريين إن احنا نعبر الأسبوعين على الأقل بإن حجم المصابين أو حجم الأرقام المعلنة ما تزيدش كتير عن اللي احنا مش عايزين نوصل ويمكن لأرقام أكبر من كده. ليه بقول كده؟ التوصيف الطبي للموضوع أو للفيروس ده، ولكن هو سريع الانتشار، سريع الانتشار، وبالتالي لما نتكلم على متوالية هندسية نتكلم على أعداد ممكن تتحول إلى آلاف في أيام قليلة. ودي كنتوا شايفين الدول، يعني متابعين دول، وأنا ما بحبش في مثل الأحوال الصعبة دي إن أنا أسمي دول بعينها. فالمتوالية الهندسية دي أو المتوالية العددية اللي ممكن النهارده شخص مصاب واحد ممكن يصيب كثيرين جدا جدا، وبالتالي طبعا كل واحد بيروح بيته بيلتقي بأسرته بيلتقي بأصحابه وبيلتقي بالشغل بزملائه. تصوروا بقى احنا الموضوع يبقى عامل ازاي. يبقى الإرشادات اللي بنقولها والإجراءات اللي الحكومة اتخذتها خلال الفترة اللي فاتت واللي ما زالت حتى الآن، الحد الأدنى من جانب مجتمعنا من جانب شعبنا يعمل ايه؟ هو بس يعني يساعدنا أكتر. أهلا بكم من جديد دكتور إسلام. يعني خلينا نوصف الحالة الأول في مصر، يعني أنت شايفها إزاي كرجل خبير في علم اقتصاديات الصحة وعلم الأوبئة؟ خلينا نضع الأمر في نصابه زي ما بنقول. الوضع خطير مهم، ولكن ما فيهوش داعي للفزع او الذعر.
احنا لسه الارقام في الشرق الاوسط قليله مقارنه بكل العالم. مصر بالتحديد الارقام فيها تعتبر لسه قليله، احنا بنتكلم في حدود اقل من 350 حاله بالنسبه لعدد السكان. نسب الوفيات في مصر تتراوح من 3-4% النسبه العالميه. فاحنا الوضع حاليا هو وضع فيصلي، يعني احنا واقفين في المرحله اللي هو محتاجين نوقف عند هنا، لان اي تفاقم تاني الامر هنبتدي نخش في سيناريو مش حابين نوصله. لذلك احنا دايما بنقول الاسبوع اللي احنا فيه ده والاسبوع اللي بعده ده زي ما بيقولوا كده ميك ات اور بريك ات، يعني ده الاسبوع الفيصل، يا اما الفيروس يبتدي ينحصر، لان هو اي فيروس بيبتدي يكبر في الانتشار لغايه ما يوصل لمرحله اسمها الذروه. بعد الذروه يبتدي الكيرف بتاعه يبتدي بالهبوط. احنا لسه ما وصلناش للذروه، فده اللي مخلينا عايزين يبقى عندنا شويه يعني محظورات، عايزين نحط شويه قوانين معينه للموضوع. لكن لما نبتدي نحط القوانين دي هي بتتعمل عشان حاجه بيسموها التفاعل المتسلسل للانتشار، الشين رياكشن. هو كل المحاذير اللي بتتحط والاحترازات بتتحط عشان نكسر الشين رياكشن دي، نكسر السلسله دي. لو اتكسرت يبتدي في الانحسار. عاده الانحسار بيحصل من حاجتين، يا اما ان احنا نجد مصل او علاج فده يكسر السلسله. لسه بدري عليه، لسه بدري عليه، يعني المصل لسه 18 شهر على الاقل. العلاج ممكن، لان هو ممكن نستخدم علاج قديم. الكلوروكين حاليا تحت الدراسه، لو تم استخدامه بطريقه دواء الملاريا، دواء الملاريا بالظبط، لو تم استخدامه في خلال شهر او شهرين وتم التصريح بيه هيبقى عندنا علاج سريع. سريع بالظبط، خلال شهر او شهرين. او الحاجه الثانيه ان احنا نمنع الاتصال تماما، يبقى في حاجه اجباريه او شبه اجباريه ان الناس ما تختلطش ببعض للفتره اللي تسمح، اللي يسموها السيف بيريد او الفتره الامنه، تسمح ان الانحسار يتم. امتى ممكن نقول كده؟ يعني امتى المرحله اللي ممكن نوصل لها ونقول ان احنا وصلنا لمرحله انه يعني لا قدر الله يعني حظر تجوال، ما حدش يخرج من بيته زي ما ايطاليا واسبانيا عملت؟ يعني امتى ممكن يتقال كده؟ امتى نبتدي نفرض حظر تجول؟ متهيألي الاسبوع ده هو الاسبوع الفاصل. لو الارقام بتاعت اليومين دول ما قلوش، احنا دايما نقارن اسبوع باسبوع، احنا محتاجين نعمل حاجه جبريه. احنا موضوع الوعي عند الشعب والمواطن نفسه ده اهم حاجه، يعني هو دايما احنا بنقول الاكشن او الرد الفعل المفروض يحصل لفيروس كوفيد 19 للديزيز هو حاجتين: البلد، القوانين اللي هتعملها عشان تحد من الانتشار، والوعي اللي عند الشخص ان هو يفهم الاحترازات دي معموله ليه. فمتهيالي لو الوعي ما خليناش نعرف نقلل الانتشار بتاع العدوى، محتاجين يبقى في حظر تجول، محتاجين احترازات اعلى. ممكن نحسبها بشكل تاني يا دكتور اسلام، يعني لو قلنا انه في زياده يوميه بمعدل من 30-40 حاله اصابه، ده معدل يعني نقدر نقول عليه معدل طبيعي مش في مرحله الخطر؟ خلينا نقارن دايما اسبوع باسبوع، اسبوع باسبوع باسبوع. يعني الناس كانت يعني في سعاده لما لقوا ان الصين سجلت يومين ورا بعض صفر حالات، عدم وجود حالات. فقلنا لا استنوا اسبوع، وفعلا في اليوم الثالث ابتدى حالات تانية تظهر، لان ده ساعتها بنبتدي نتاكد. بعد اسبوع كمان محتاجين اسبوعين لفتره امنه ان احنا نتاكد ان فعلا الاصابات قلت. احنا لو الاسبوع ده الاصابات طلعت اقل من الاسبوع اللي فات بنسبة 20%، نقدر نقول ابتدى يحصل انحسار. اللي احنا شايفينه من حساباتنا ان غالبا الاسبوع ده برضه هيفضل فيه زيادة في الاعداد عن الاسبوع اللي فات. فلذلك احنا محتاجين اسبوعين كمان، ومحتاجين نعلي الاحترازات شوية. احنا فين بالنسبة لحالات الاصابة في دول العالم؟ وضعينا ايه؟ احنا اقل منطقة. وهي ليها كذا سبب. اولهم متوسط العمر. احنا متوسط العمر في المنطقة العربية 24 سنة، متوسط عمر المصريين 24 سنة. متوسط العمر في اوروبا العكس ضعف حقيقي. اوروبا قارة عجوز، يعني ايطاليا كمان اكبر معدل في السن، احنا بنتكلم تقريبا في 47 سنة متوسط العمر. اكبر متوسط اعمار في اوروبا موجود في ايطاليا. لذلك المشكلة حالات الوفاة عالية، والمشكلة في ايطاليا مشكلة السراير. احنا عندنا ده اول سبب. تاني سبب فكرة ان الاختلاط السياحي والسفر في اوروبا عالي جدا ما بين الدول بعضها. لذلك ايطاليا، المانيا، اسبانيا، انجلترا، فرنسا، الانتشار يحصل هنا، تاني يوم الشين رياكشن تكمل في بقيه البلاد. احنا لحد ما عندناش السفر بهذه الكثره، عندنا سفر كتير طبعا. احنا كان بيخش لنا في الشهر 50,000 مواطن صيني للسياحه.
لكن من اول منع السفر والطيران الى حد ما انتقالاتنا جوه مصر وما بين مصر وبقيه البلاد وبرضه نفس الكلام هنا في الشرق الاوسط اقل. طب دكتور اسلام، اكيد انت متابع الموقف من قبل ما تعلن الحكومه عن اغلاق المحل والمولات من 7 لـ6 صباحا او من 6 لـ6 صباحا، ومتابع ايضا وقف الانشطه الرياضيه ووقف الانشطه التعليميه، الاحتياطات الاحترازيه اللي بتاخدها الحكومه داخل وسائل النقل العام، وقف الطيران، شايف انه حصل اختلاف في معدلات الاصابه ولا ده ما تاثرش قوي لو انت متابع الارقام؟ يعني احنا متابعين الارقام من شهر 12. الاجراءات اللي اتعملت ممكن نقول ان هي كانت محتاجه معاها وعي ازيد شويه، وعي ازيد شويه، وطالما ما كانش في وعي ازيد شويه كان محتاجين اجراءات احترازيه اعلى، لان يعني احنا قفلنا نصف اغلاق. يعني هو الدول عملت اجراءين، يا اما اغلاق تام زي الصين ما عملت وزي ايطاليا حاليا مثلا ما عامله ودول كتير، يا اما نصف اغلاق. النصف اغلاق ده متطلب ان الناس نفسهم هم اللي يكملوا النص التاني يبقى اغلاق تام، يبقوا فاهمين ان في شويه مرونه في القوانين، بس دي مش معناها ان يبقى في اختلاط. انا قفلت المدارس والجامعات بس وسائل المواصلات زحمه جدا، الشغل الخاص ما منعتوش جبريا، فالناس لسه بتشتغل فلسه في اختلاط، الناس مش فاهمه الدواعي ما بين الاختلاط، ايه يعني ايه مسافه امنه، فبالتالي انا ممكن افرضها بالاجبار. في رايي ان الاغلاق التام كده كده الاقتصاد متاثر، كده كده احنا رحنا في سيناريو ان البورصه ابتدت تخسر، منظمه الاوبك كانت بتخسر تقريبا 500 مليون يوميا، فخلاص الاقتصاد كده كده اتاثر. الاسبوعين الجايين متهيألي لو بقى في اغلاق تام معرفش ممكن يتم ازاي. اغلاق تام بمعنى ايه؟ يعني اغلاق للحدود؟ ما هي اصلا الحدود مغلقه، اغلاق تام معناها داخلي. حركه النقل الداخلي، حركه النقل الداخلي بين المحافظات والعمل، وقف العمل. وقف العمل في دول عملت كده، انا عايز اسالك يا دكتور اسلام عن الافتراضات اللي بتثار، يعني انه هذا الفيروس مخلق، يعني قامت بتخليق الولايات المتحدة، أو أن هذه الأزمة مفتعلة من قبل الصين مثلا لضرب الاقتصاد الأمريكي ورحيل شركات الاستثمار من داخل الصين. يعني خلينا نعرف حقيقة جدا ده فعلا بتتكلم. نسمحها كتير جدا موضوع أن أمريكا هي اللي وراء الفيروس. يعني هو الفيروس مخلق ولا لا؟ حاليا في معامل بيعملوا حاجة اسمها بايو أسي، تحليل بيولوجي للفيروسات، بيتعرف بأربع طرق إذا كان الفيروس ده مخلق ولا تحويره طبيعي. فالموضوع مش صعب قوي إن يتعرف إن ده زي ما بيسموه حرب بيولوجية، محضر داخل المعمل لحرب الآخرين، بيؤدي الإنسان ولا بالآخرين. فدي سهلة، فمفيش دولة متهيألي هتقدر تعادي الصين، وممكن فرصة إن هي تتعرف إن هي دي ممكن تعمل حرب عالمية. هتتعرف. هي الحاجة التانية كمان إن غالبا في الحرب البيولوجية بيعملوا فيروس محدد الجغرافيا بتاعته وسريع الوفيات. فيروس كورونا العكس، فيروس كورونا سريع الانتشار جدا وقليل الوفيات. فامريكا حاليا يعني داو جونز نزل 9%، البورصه قفلت بتاعت نيويورك، هي تضررت كثيرا حاليا. هي متضرره والصين تعافت حقيقي. كان في افتراض تاني يا دكتور اسلام امبارح قريته انه ده نتيجه تسرب غاز السارين من داخل احدى المختبرات الامريكيه، ده عفويا يعني اصيب به امريكان عسكريين رحلوا الى الصين للمشاركه في عرض عسكري تسببوا في اصابه عدد كبير من الصينيين. ما حقيقه هذا الامر؟ هل يمكن ان يكون ما يسمى بغاز السارين هو السبب؟ هو احنا سمعناه من مسؤولين صينيين كمان التصريح ده، بس هو عموما ما فيش حاجه مثبته علميا ان ممكن غاز السارين يسبب في تحور فيروس معين من حيوان لانسان. فيظل كده يعني علامه استفهام، بس في الاخر صعب الحكم عليه، لكن وارد ولا ده صعب برضه انه غاز وينتقل وينتشر بطريق العدوى؟ يعني صعب جدا. ما فيش علاقه يعني علميه ما بين الغاز وما بين تحور فيروس. طيب خلينا نتكلم في الكلمة التي ألقاها الرئيس السيسي بالأمس بمناسبة عيد المرأة، وكانت مناسبة أن يخاطب الشعب المصري كله حوالين هذا الفيروس، وقال أنه ربما يغير هذا الفيروس كثيرا في شكل الدول في المرحلة القادمة، وطالب الشعب بالانضباط والالتزام. كيف قرأت رسائل الرئيس السيسي في هذا الأمر؟ أكتر من رسالة وأكتر من موضوع، يعني محتاجين إن احنا نركز فيهم الفترة اللي جاية. أول حاجة هو العالم ما بعد فيروس كورونا
مش هيرجع زي العالم ما قبل فيروس كورونا. حقيقي. على المستوى الشخصي للافراد احنا يعني علاقاتنا الاجتماعيه وتصرفاتنا هتتغير، وعلى التوزيع الاقتصادي تفتكر هيبقى بشكل ايجابي يا دكتور اسلام اكتر؟ لغايه دلوقتي احنا شايفينه بشكل ايجابي. يعني هيبقى في حرص بقى في النظافه الشخصيه، في الاختلاط، في الزحام، في التجمعات، في عادات التقبيل والسلامات يعني الحاره. الناس زي ما نقول ابتدى يبقى عندهم خوف ايجابي شويه. يعني احنا عموما مجتمعاتنا ناس مرعوبه. لا ده في ناس بقى عندها خوف يعني زعر من زعر النظافه، ما بتخرجش من البيت اطلاقا. يعني انا بكلم واحد صاحبي شويه قال انا ما بقفل على نفسي، اولادي ما بخرجش خالص. احنا عايزين نحط الموضوع في النص. يبقى وسط يعني. يبقى وسط يعني. هو احنا دايما نقول في خوف ايجابي وفي خوف سلبي. الخوف الايجابي اللي خلينا اعمل المحاذير بطريقه صحيحه، ان انا اسيب مسافه الامنه، ان انا دايما وانا داخل البيت، الناس لسه بتشتغل مش بتشتغل من المنزل او عن بعد، محتاجين، ودي يعني اهم حاجه، ان انت تسيب جراثيم الشارع في الشارع. اول ما يخش البيت يقلع الجزمه، اي حاجه هو لابسها، يغسل وشه وايده ويشيل الهدوم اللي معاه، لو معاه لابتوب، معاه شنطه، معاه اي حاجه، حاجه ينضفها كويس جدا. دي المحاذير اللي هي تعملها خوف ايجابي، انه يقعد في البيت مش عايز يخرج، مش عايز يتعامل، مش عايز يشوف حد. ده ابتدى يخش في زعر، وده اول حاجه تطلع اشاعات ويسمع اشاعات. غير كده العلم بيقول دايما ان المناعه هي اللي بتتغلب على الفيروس. اول حاجه تقلل المناعه هو التوتر. صحيح. فالتوتر كده كده بيقلل مناعه الجسم. التوتر والخوف نفسه بيقلل المناعه، فبيجي بنتيجه سلبيه. انت ممكن يجي لك يعني يجي للشخص الفيروس بسبب ان هو خايف، عنده توتر وخايف. خايف. الرئيس الحقيقه امبارح في هذا الصدد اشار الى الاعلام ودور الاعلام في هذه الازمه، واثنى على دور الاعلام. عشان كده بتنضم الينا عبر الهاتف دكتوره ليلى عبد المجيد، استاذ الصحافه بكليه الاعلام جامعه القاهره والعميده السابقه لكليه الاعلام. مرحبا بحضرتك دكتوره ليلى. اهلا يا استاذ اشرف، ازاي حضرتك؟ اهلا بحضرتك يا فندم. دكتوره ليلى، يعني شفتي ازاي يا فندم دور الاعلام في هذه الازمه التي تمر بها مصر والعالم؟ في الحقيقه الاعلام المره دي يعني الحمد لله، ومن قبل في اليومين ثلاثه اللي سبقوه الخاصه باحداث الاحوال الجويه السيئه والسيول، الحقيقه كان انا بقول عوده الروح للاعلام المصري، سواء الاعلام المملوكي للدوله او الاعلام الخاص. الحقيقه كنا بنفتقد دايما، احنا عندنا كفاءات وعندنا خبرات وعندنا تجربه طويله في الاعلام، يعني من اجيال ورا اجيال وكده، لكن كان عندنا حاله من حالات الاحباط، حاله من حالات الضياع كده والتوهان، وكان ده مؤثر تاثير سيء على الجمهور. صحيح. الان انا طبعا شفت الحقيقه الاعلامه كان موفقا جدا، وقام بالادوار المحترمه اللي المفروض يقوم بيها الاعلام المهني المسؤول اجتماعيا في، وما زال طبعا لان احنا لسه موجودين في هذا الحاله الخاصه بالوباء. فهو بدايه قام اول وظيفته ان هو يقول لنا عايزين نطمن، احنا قلقانين مش عارفين الوضع ايه سواء عندنا او في العالم، لانه الدنيا. فالاعلام الحقيقه بيتابع لحظه بلحظه، تمام، وبيغطي بمصادر متعدده ومتنوعه، بالاضافه الى ان هو بيشرح لنا وبيفهمنا الاعراض ايه، ازاي نميز بينها وبين نزله البرد وبين الانفلونزا، وامتى يبقى الامر يقتضي ان احنا نروح نفحص نفسنا ونعمل تحليل، وازاي نقي نفسنا، ودي نقطه مهمه. الاجراءات اللي المفروض كل واحد فينا يتبعها سواء في بيته او في عمله او في الشارع، انه يعني كل ده تم من خلال مصادر متخصصه، ضيوف متخصصين، من خلال يعني التنويهات اللي تمت، ايضا تنويهات مهمه سواء اللي عملها اللي من انتاجنا او من انتاج منظمه الصحه العالميه. ففي الحقيقه بالاضافه طبعا للرد على الشائعات، ودايما في فترات القلق والتوتر، وطبعا بالتاكيد ان وجودنا في هذه الجائحه او في هذا الوباء مسبب لنا قلق، وزي ما حضرتك اتكلمت على الخوف الايجابي والخوف المرضي. فطبعا في اشاعات كتير جدا بتنتشر، ولا سيما ان في مجموعات من الناس اللي احنا عارفينهم اللي هم باستمرار بيحاولوا ان هم ينشروا الفزع والرعب ويطلعوا بيانات او ينشروا معلومات غير حقيقيه ومفبركه ومزيفه، وينشروا شائعات عشان يخلونا مناعتنا زي ما انت بتقول
بتضعف ويصاب باحباط ويصاب بياس وبخوف وقلع، وبالتالي طبعا برضو الاعلام الحقيقه رد على ده. فانا شايفه انه الاعلام قام بدور مهم جدا وما زال، وانا بعتبر انه رجال الاعلام ونساء الذين عملنا يعني في ظل هذه الظروف خرجوا من بيوتهم وبيكلمونا وبيخبونا هم ابطال في هذه المعركة التي نخوضها، شأنهم شأن قواتنا المسلحة وجيشنا وطبعا أطبائنا وهيئات التمريض عندنا. فهم الحقيقة نجحوا، وكان من الطبيعي أن الرئيس يعني يذكرهم ويشيد بدورهم، لأن المهم قوي في الفترة دي أن الناس البسيطة يوصل لها الرسالة، وبالذات بقى رسالة خليك بالبيت دي ضروري جدا. كلنا اللي ملوش لازمة ينزل الشارع ما ينزلش الشارع. الإعلام أحيانا كان حادا في نقد بعض السلوكيات من أصحاب المحلات أو القهاوي أو غيره اللي بيخالفوا التعليمات اللي صدرت من مجلس الوزراء للحيلولة دون انتشار الوباء والتقليل قدر الإمكان من أي خسائر بشرية مننا. فطبعا هو بينقضهم، وده برضه دور مهم بيقوم بيه الإعلام، وبيفتحهم من خلال فيديوهات ومن خلال تسجيلات في مراسلين شبكة مراسلين الشجعان اللي موجود في موجودين في شوارعنا طيلة الفترة دي، وبيحطونا كل اللي بيحصل وبينقلونا كأننا عايشين في كل حتة في العالم. دكتورة ليلى، إذن يعني شفتي أن المعالجة الإعلامية كانت بلا تهوين ولا تهويل؟ بالضبط بالضبط، يعني الحمد لله ده مهم قوي ان احنا بنقول احنا مش عايزين نهون ولا نهول، وعايزين نقدم الحقائق، وعايزين كمان نقدمها بطريقه ما تخليش الناس تخاف، لكن لابد تاخد حذرها. يعني احنا عايزين الناس بس تبقى فاهمه ان المساله مش سهله، وان ده وباء عالمي قدامنا نماذج في مختلف دول العالم، فلا يجب اطلاقا اننا نهون ونقول نتواكل، ان في فرق بين انك انت رمي توكل على ربنا، طبعا ربنا قال لنا خده بالاسباب، وانه هو واننا نتواكل ونقول بنعيش بقى في غيبيات وخرافات ونتهاون في ادراك خطوره الموقف اللي فيه دور علينا كمواطنين، لان احنا شايفين حكومتنا ورئيسنا قايمين بدورهم كما ينبغي بشغل علمي وبطريقه مدروسه وباداره ازمه رائعه. يمكن من المرات القليله ان احنا ننجح في اداره ازمات، انما دورنا احنا ايه بقى كمواطنين؟ هو ده مهم، وده اللي المفروض الاعلام هيشتغل عليه بشكل كبير. تمام. وان هو باستمرار يعني بيعتمد زي ما انت قلته شعارنا الحقيقه لا تهوين ولا تهويل. تمام. أنا بشكر أستاذتي العزيزة دكتورة ليلى عبد المجيد أستاذ الصحافة وعميدة كلية الإعلام السابقة، شكرا جزيلا يا فندم محمد. زي ما شفنا دكتور إسلام دور الإعلام فعلا كان مهم، تفتكر أنه الإعلام يعني أثر إزاي في المواطن؟ خصوصا عايز أعرف الناس اللي عندها يعني قلق مرضي من هذا الأمر. تمام. الإعلام في الأزمة دي مر بكذا مرحلة. المرحلة الأولانية كانت ما كانش فيه تغطية كاملة، وكان فيه مصادر كتير للأخبار خصوصا على التواصل الاجتماعي. الناس كانت تبتدي عندها تشتت، الناس ما كانش شوية عندها ثقة، هل الإجراءات اللي متاخدة في مصر هل فعلا مواكبة للإجراءات اللي قايلاها منظمة الصحة العالمية ولا لأ؟ كان في تشكيك في الأرقام، تشكيك في الأرقام وهكذا. التعامل الإعلامي هنا كان فارق بقى الصراحة. يعني من أول آخر شهر واحد، أول شهر اتنين، لما ابتدى يبقى في يوميا في تحديث للبيانات اللي موجودة، ابتدى الناس تثق أكتر في إن في شفافية، خصوصا احنا بنقول ان كان في اشاعات كتير، احنا الارقام عندنا ارقام كتير ومخبينها. تعامل الاعلام فيها كان كويس جدا، هو ببساطه يعني احنا معدل الوفيات عندنا اقل من 20 حاله. احنا لو كان في 10,000 حاله ولا 20,000 حاله باذن الله مصابين، كان بقى عندنا في حدود 500 حاله وفاه. مصر ما ينفعش تخبي فيها حاله وفاه واحده. احنا لما بيحصل حاله وفاه لاي شخص في مستشفى الفيسبوك كله بيروح يعزي. الناس كلها بتعرف. فاحنا ازاي نقدر نخبي 500 في ناس ممكن يكون جالها الفيروس وخفت، مش كده؟ وارد بالزبط. مناعتها قويه خفت ومتوسط العمر قليل، اعتقد ان هو دور برد عادي وخد الادويه الطبيعيه للبرد وخد راحه، فبالتالي شفي من الامر يعني. بالظبط. ده هو ده الخوف منه على فكره. يعني احنا قد ما ده حاجه تدعو للثقه واحنا مبسوطين ان احنا تواصلنا عوارنا صغيره ومش هنحس بالفيروس، بس الفكره كلها في اهالينا، في الناس كبار في السن، الناس اللي عندهم امراض مزمنه.
يعني احنا دايما بنقول في مسؤوليه اجتماعيه في الموضوع ده. لو انت مش خايف على نفسك ومش هيحصل لك حاجه من الفيروس وهو فعلا اقل من 1% اصابات الشباب, بس انت ممكن تكون سبب في وفاه حد من اهلك او وفاه شخص عنده مرض مزمن او عنده مشاكل في المناعه. فالوعي محتاج يبقى فيه جزء من المسؤوليه الاجتماعيه. احنا مش عايزين نقول ان ده انانيه, بس هو ممكن قله وعي ومسؤوليه اجتماعيه من الناس ان هو حافظ على نفسك وحافظ على الناس اللي حواليك. ليه مريض السكر والضغط تحديدا هم اكثر الناس عرضه للاصابه بالعدوى؟ مشاكل عموما يعني هو طلع ان اعلى حاجه هو الناس اللي عندهم مشاكل في الكارديوفاسكولار سيستم اللي هو المشاكل الضغط والقلب وهكذا, بعد كده المرضى السكر, بعد كده مرضى الكانسر السرطان, بعد كده بقيه الامراض. عموما الامراض دي كلها بتجيب والادويه بتاعتها بتقلل شويه في المناعه بتاعه الجسم وبتخليه عرضه اكتر للفيروسات عموما الميكروبات, مش بس كورونا فيروس, عموما لمجمل الفيروسات والميكروبات. عايز اسالك برضو يمكن حاله بنعيشها كلنا دكتور اسلام, خاصه بانه اي حد بيعطس اي حد بيكح الناس حواليك بتقلق. يعني لو انت في زميل بيكح او حاجه او حد بيعطس بتلاقي اللي حواليك كلهم قلقانين, يعني ما حدش بيقول اللي بيعطس ويكح ده بيتكسف ويخبي يعني كانه عامل جريمه. يعني خلينا نفسر الحاله دي, يعني الناس بتقلق قوي يعني والله, يعني ممكن يكون عطسه نتيجه حساسيه او دور كويسه الناس ابتدت يعني محدش بيعطس فيش حد خلاص ما بقيناش بنشوف المشهد ده حاجه بيحس انه عامل جريمه فيعني اللي احنا دايما كنا بنقوله من شهر 12 الناس ابتدت تبقى عامله مناديل حتى لو معهوش حاجه ابتدى يعطس في كمه او في كمه. فالى حد ما لو دي حاجه حصلت بسبب الفيروس كورونا شاف حاجه ايجابيه, يا ريت تستمر يعني. يعني في احدى المصالح كان بيختبروا اللي هو الاختبار درجه الحراره, اختبار مقياس الحراره في طابور في الاسانسير, فاي حد حرارته مرتفعه بيقول له تعالى على جنب, فدي برضو عمليه يعني محرجه شويه. يعني هو فيها وصم شويه, الشخص اللي حرارته مرتفعه عنده وصم ان هو ممكن يكون عنده فيروس احتماليه. وهو كانوا بيقيسوا في دراسه كده مدى التوتر والفزع اللي بيصاب بيه شخص ان هو يكون معرض ان درجه حرارته مرتفعه وممكن يكون عنده التشخيص. فوجدوها ان هي توازي الشخص اللي عنده سرطان, يعني لما قيسوا التوتر بتاع ده تقريبا نفس درجه التوتر. هو انا لما اقيس درجه الحراره دكتور هو ده مؤشر يعني انه ده اجنبه؟ هو ده مؤشر ان هو عنده فيروس, مش لازم كورونا او عنده بس بكتيريا. في ناس درجه حراره جسمها هي طبيعتها كده. هو الانسان 37 يعني بلس اور ماينس حاجه بسيطه يعني, بس هي 37, هي 38 فما فوق, او في بعض البلاد قالت 37.5. محتاج ان انا اخد محاذير ان احتمال يكون في احتمالية. هي معاها طبعا الكحه الناشفه دي اهم حاجه ما يميزها, مفيش معاها ويت كاف, مفيش معاها بلغم, ارتفاع درجه الحراره, الحمى, الرعشه, مشاكل الجهاز التنفسي عموما سواء كان وقيل قيء واسهال ربما نادرا, مغص وصداع وقيء دول الحاجات اللي هي نادره, بس هو اكتر حاجه تميزها هي الحمى والكحه الناشفه والجهاز التنفسي. طيب الاعراض دي بتظهر بعد اختراق الفيروس للجسم بقد ايه؟ يعني تبدا من امتى؟ هو في فتره لاي فيروس بيسموها فتره حضانه الفيروس. عموما الفيروسات العاديه بتبقى حدود يوم لخمس ايام, ده الافرج بتاعها يومين. الفيروس كورونا دي كانت مشكلته ان هو ممكن تقعد ل 14 يوم من يومين ل 14 بالظبط لغايه 14 ماكسيمم, اخر يوم ليها 14 يعني ممكن تظهر بعد يومين بعد خمسه بعد 10 بعد 14 بعد 14 وهي بتظهر فجاه, يعني الاعراض كلها بتيجي مره واحده لو حد خلاص هيجي له اعراض. يعني الاعراض بيقولوا بتبدا بالحلق الاول يا دكتور. يعني في حاجه اسمها الاونست, الاونست اوف اكشن, يعني هو اول ما بتدي الاعراض تظهر. كل فيروس بيبقى ليه درجه اونست مختلفه او ظهور الاعراض بطريقه متواليه. الكوفيد 19 سريع, يعني الاعراض هتيجي ورا بعض بسرعه رهيبه. هي يعني مشكلته كمان ان هو كل الفيروسات ما بيعديش في فتره الحضانه, ما بيعديش. خلال فتره الحضانه لحد ظهور المرض الا ظهور الاعراض الا كورونا. يعني كل الفيروسات ما بتعديش, يعني كل كورونا اللي قبل كده سواء سارس او ميرس كان لغايه ظهور الاعراض الفيروس ما يعديش, يعدي اول ظهور الاعراض, فكان سهل ان انت تعزل اول ما حد يظهر الاعراض يعزل. الفيروس كورونا ممكن الشخص يعدي وهو ما يعرفش ان عنده في ال 14 يوم دول, ودي كانت اكبر سبب في انتشار الفيروس على مستوى العالم. ان شخص حامل للفيروس ينقل لحامل ينقل لشخص تاني لغايه ما يروح لشخص كبير في السن. يعني فتره الحضانه ممكن ينقل العدوى
مش كده؟ لكن ما تظهرش عليه الاعراض، ما تظهرش عليه الاعراض، وممكن ما تظهرش اصلا، وممكن ما تظهرش خالص ويكون حامل للفيروس. لو شخص سليم ده خطر قوي ده. جدا، هو ده اكبر خطر في، يعني يقول لك لا انا خاف من اللي عنده علامات البرد يعني. انما ممكن الواحد ما يكونش عنده الاعراض وينقل. لذلك كل المحاذير اللي اطلقتها مصر وكانت موجوده في المبادرات الرئاسيه وفي الدبليو اتش او هي البعد الاجتماعي متر او مترين عن اي شخص، مش الشخص اللي عنده اعراض. لان احنا ما نعرفش الشخص ده هل ممكن يبقى حامل ولا لا، مش شرط يكون عنده اعراض. امتى المريض باعراض البرد والانفلونزا العاديه اللي بنشوفها في حياتنا اليوميه يحس بالخطر؟ امتى يفكر يروح للطبيب؟ السؤال ده كويس جدا. الفرق ما بين الكوفيد 19 كوفيد 19 والبرد والانفلونزا، اهم حاجه بتميزها فكره الكحه هل هي ناشفه ولا لا. فكره الرشح، ان الكوفيد 19 ما فيهوش رشح. فهو درجه حراره، كحه ناشفه، درجه حراره، حمى، كحه ناشفه توصل لحمى، حمى، مشاكل جهاز تنفسي. حمى دي معناها ارتفاع درجه الحراره. بالظبط كده. دي الحاجات المميزه جدا ليها. ضيق التنفس، مش كده؟ ضيق التنفس، ما بقدرش ياخد نفس. فهي دي مشاكل الكوفيد 19 بعيدا عن بقيه الفيروسات يعني. امتى بقى المفروض يروح لدكتور؟ المفروض ما يروحش، المفروض ما يروحش. يعني هو لو شاكك ان عنده الاعراض بتاعه كوفيد 19 محتاج يكلم مكان بالتليفون 105 بالظبط كده، يقول انا عندي الاعراض دي ومحتاج اروح مكان. ليه؟ لان كل الاوت بريك اللي حصل في ايطاليا ده ان شخص عنده الاعراض دخل الطوارئ، عدل الطاقم الطبي دخل الطوارئ، عدل الناس اللي موجوده جوه. فهو لازم يبقى المكان اللي هيروحه مستعدين لاستقبال شخص عنده الاعراض دي. ما يروحش لاي طبيب، ما يروحش لاي مستشفى، ما يروحش الا لما يتكلم مكان يقول ان هو رايح. افرض المكان ما ردش، يكلم مكان غيره. احنا عندنا الليسته اللي فيها التحليل بيبقى عليها ضغط، ما تردش مثلا، او حاله مستعجله، حاسس بضيق تنفس شديد. لو ضيق تنفس شديد هيكلم الاسعاف، يعني لو هي اعراض خفيفه هيفضل هنا، الاعراض مش مميته فهيقدر ان هو يستنى لغايه ما يرد. لكن لو الاعراض جت قويه جدا وان هو مش قادر ياخد نفسه، هيكلم ساعتها الاسعاف ويقول لهم انا حاسس بالاعراض 1 2 3 4، من ساعتها هيجي الاسعاف مجهز، مش اسعاف عادي. ما هو امتى بقى، امتى يعمل هذا الاتصال؟ يعني اما يحس بالخطر قوي، يعني امتى بالظبط؟ بعد كام يوم؟ لما الموضوع يستمر قد ايه؟ هو اي عرض من دول اول ما يحس بيه يستحسن يعمل التحليل على طول، ما يستناش. الكحه الناشفه، ارتفاع درجه الحراره مع بعض، ابتدى مش قادر ياخد نفسه، يكلم على طول المستشفى او المكان اللي عايز يروحه يعمل التحليل، او يكلم الرقم الموحد. يعني ما ينتظرش كام يوم كده دكتور اسلام؟ يعني يقولوا 4 ايام او حاجه زي كده؟ لو انتظر هي فيها مشكله. طبعا في بعض البلاد في الاطمئنان بيقول له اعزل نفسك بنفسك ما تكلمناش. انجلترا فضلت كتير تعمل كده، وايطاليا حاليا ابتدت تعمل كده. بس هو المشكلة كلها في درجة الوعي، هل احنا عندنا درجة وعي ان شخص يقعد 4 ايام من غير ما يقرب من شخص تاني مسافة متر او مترين ويعديه، خصوصا لو كان البيت فيه حد كبير في السن. هو عموما اهم حاجة يعزل نفسه في اوضته، يعني يفضل في اوضته لغاية ما يشوف ايه الاجراء اللي هو هيعمله. الوفاة بتحصل لا قدر الله بعد قد ايه لو هو ما لجأش للطبيب؟ الوفاة عادة بتحصل مبدئيا للناس الكبار في السن عندهم مشاكل في المناعة، وبتحصل غالبا بسبب التنفس، ان هو المفروض يتحط على تنفس صناعي في الرعايه المركزه. اول سبب للوفيات، وده كان اكتر سبب للوفيات في ايطاليا، ان هو ما فيش سراير. يعني حضرتك اثرت نقطه مهمه جدا، احنا لما كان سراير العنايه المركزه، لما قال احنا مش عايزين نوصل لسيناريو بلد معينه، احنا هل عندنا سراير رعايه مركزه تكفي لو حصل عندنا الاوت بريك زي ايطاليا؟ مفيش دولة عندها. إيطاليا كانت مصنفة كتاني أحسن هيلث كير، تاني أحسن نظام صحي على مستوى العالم. مفيش بلد السرير الرعاية المركزة بتاعتها تكفي كل العدد ده، فده كان أول سبب للوفيات. كان تحدي كبير. تحدي كبير جدا. وللأسف هو الاختيار صعب، إن يبقى دكتور عنده سرير واحد واتنين مرضى، وواحد منهم بس اللي هيتحط على السرير والتاني هيموت. فبيدوا أولوية لصغير السن. بيدي أولوية لصغير السن واللي فرصته أحسن، بيسموها ترياج أو طب الحروب. فده احنا مش عايزين نوصل له. الوفاة ممكن تحصل في خلال قد إيه؟ ممكن على حسب بقى كل شخص مختلف عن التاني. شفنا وفيات سريعة جدا في خلال أسبوع، وشفنا وفيات فضلت شهر وشهرين في المستشفى لغاية ما حصل وفاة. تمام. خلينا نخش في القرارات الاقتصادية اللي أعلن عنها الرئيس السيسي في كلمته للتخفيف عن المواطنين والشركات والهيئات والمؤسسات، لأنه الحقيقة كله مضار يعني من هذا الأمر اقتصاديا.
من أهم هذه القرارات من بينها خفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة بقيمة 4.5 دولار، خفض أسعار الكهرباء للصناعة بقيمة 10 قروش، رفع الحجوزات الإدارية على كافة الممولين، تأمين تأجيل استحقاقات الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر 6 أشهر، وأعتقد الأفراد داخلة في هذا الأمر. خلينا نتكلم عن هذه الإجراءات الاقتصادية دكتور إسلام. والحزم المساعدة الاقتصادية للاقتصاد يعني أنا شايفها خطوة كويسة جدا ومهمة وفي وقتها، إنه كان تخوف الناس من يحصل إغلاق أو حظر أو كل الاحترازات دي، إن احنا نعمل إيه في الاقتصاد. فكان لازم في دفعة للاقتصاد، وبرضو يعني نزود عليها برضو ال 20 مليار للبورصة، إن البورصة تبدأ إن هي تبدأ تشتغل، ما يبقاش كل الخسارة الموجودة يوميا دي. فكل الحزم الاقتصادية دي مهمة، ان نطمن الناس ان اقعدوا في بيوتكم شوية، قللوا التجمعات، احنا هنساعد شوية في الاقتصاد، الاقتصاد مش هيقع لو احنا ساعدنا بعض. لكن الحزم الاقتصادية دي دفع علينا كويسة نقعد الاسبوعين جايين نلتزم، لو ما التزمناش الحزم الاقتصادية مش هيبقى ليها جدوى. احنا محتاجين نساعد المساعدات الاقتصادية والدفع ان الاقتصاد ما يقعش من ناحيتنا احنا، ان احنا نقعد في البيت اكتر، نشتغل عن بعض زي ما احنا قلنا لمعظم الشركات، ونبتدي نلتزم بتقليل التجمعات. طيب، واحنا بنتكلم عن الاجراءات الاقتصاديه بينضم الينا الاستاذ محسن عادل نائب رئيس الجمعيه المصريه للاستثمار والتمويل. اهلا بك يا دكتور محسن. اهلا وسهلا يا فندم. يعني حقيقة مهم جدا نتكلم في القرارات الاقتصادية اللي اتخذتها الدولة وأعلن عنها الرئيس السيسي في كلمته، والخاصة بمواجهة فيروس كورونا وتخفيف الوطأة بالنسبة للمواطن المصري. خلينا نقول لحضرتك إن العمليات اللي تمت على مدار الأيام اللي فاتت كانت مرتبطة بعدة أشياء. جزء أساسي منها هو مسألة ضبط الأداء الاقتصادي وضمان استمرار الحركة الاقتصادية بشكل كافي، فعشان كده أنت بدأت تشتغل بشكل سريع على تخفيض التكاليف، وبدأت تنزل فيه أسعار الطاقة الكهربائية بالإضافة أيضا إلى أسعار الغاز الطبيعي، مع دعم لبعض القطاعات الاقتصادية زي السياحة وزي قطاعات المدينة للمصارف، وقمت بعملية التأجيل للديون اللي كانت متعلقة بيها، بالإضافة إلى تخفيض في أسعار الفايدة عشان تدعم من حركة الاستثمار داخل سوق المال المصري. بالإضافة كده كمان بدأت تتحرك بشكل سريع في عدة خطوات كانت متكاملة مع بعضها، أهمها خلال الفترة الماضية كانت مسألة وضع برنامج جديد لتحفيز الاقتصاد المصري وضخ سيولة كبيرة في شهرين، وهي المبادرة اللي أطلقها السيد الرئيس في حدود حوالي 100 مليار جنيه. ضيف على ذلك كمان الإجراءات اللي أعلن عنها السيد الرئيس امبارح بالنسبة لضم العلاوات لأصحاب المنشآت، بالإضافة أيضا إلى زيادة الأجور أو العلاوة الدورية اللي بتمنح ليه العاملين في الجهاز الإداري للدولة. هدف ده إن حضرتك كنت عايز ضخ سيولة داخل السوق عشان تحرك الاقتصاد. العنصر الثاني إنك تضمن إن المرونة الاستثمارية داخل الاقتصاد المصري تكون مرتفعة عشان تقدر إنها تمتص بشكل كبير أي متغيرات سلبية لا قدر الله تأتي من الإجراءات العالمية أو من الظروف العالمية، ثم في نفس الوقت كمان تضمن إن أنت تحقق نوع من انواع امتصاص الصدمات المفاجئه اللي ممكن انها تحدث خلال الفتره الحاليه، وانها تقلل بشكل كبير من فرص اي تراجع في الاداء الاقتصادي المصري خلال الفتره اللي جايه. نعم. استاذ محسن، تتصور انه شكل او النظام العالمي بشكل عام سيتغير عقب هذه الازمه؟ بالتاكيد يا فندم. في 4 حاجات هيتغيروا بشكل سريع جدا بدون اي تفكير. العنصر الاولاني ان جزء كبير من القوى الاقتصاديه اللي كانت متواجده في المناطق في اوروبا والولايات المتحده واوروبا الشماليه، النهارده خلاص اصبح هناك رياده جديده للجانب الصيني ومنطقه شرق اسيا. العنصر الثاني المهم جدا ان مساله سلاسل البلاد اللي كانت متاكده بشكل رئيسي في الصين وتايوان وهونج كونج وفيتنام وكمبوديا وبنجلاديش والهند، بدات النهارده يبقى في تفكير على مساله تنويعها على المستوى العالمي. العنصر الثالث ان مساله الرياده التكنولوجيه أصبحت النهارده معيار حاكم بشكل رئيسي في القياس بالنسبة لقوة الدول، وده أمر مهم جدا في الوقت الحالي. العنصر الرابع هي مسألة التكاتف الاقتصادي العالمي، أصبح الآن مش مسألة اختيار ولكن مسألة ضرورة حتمية، فما تستطيعش دولة لوحدها النهارده زي ما كان بيحصل في أزمة 2008 إنها تفلت من هذه الأزمة دون أن تتكاتف مع باقي الدول، وده أمر مهم جدا لنؤخذ في الاعتبار، لأن ما حدث سابقا
كان يعني ضغطة يعني كبيرة أثرت بشكل كبير جدا خلال الفترة الماضية على الأداء الاقتصادي العالمي اللي أصبح النهاردة في أضعف أحواله، ويمكن هو ده اللي متسبب في الأزمات المتصاعدة خلال الفترة دي. نعم، شكرا جزيلا أستاذ محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية للاستثمار والتمويل. لك إضافة هنا في الموضوع ده دكتور إسلام خاصة بالاقتصاديات، و انه ايضا عايزين نضيف انه لولا كما ذكر الرئيس لولا سياسه الاصلاح الاقتصادي اللي اتبعتها الدوله ما كنا استطعنا ان نواجه هذا التحدي الكبير. جزء مهم كمان لو نضيف عليه ان فكره ان المشاريع الصغيره ومتناهيه الصغر اي اقتصاد على مستوى العالم بيقاس قوته ومدى نجاحه هو قد ايه المشاريع الصغيره ومتناهيه الصغر بتساهم في الناتج القومي المحلي. حقيقي اكتر حد بيتضرر في الوباء وفي الازمات هي المشاريع الصغيره. لو سندناها حاليا بيقدر الاقتصاد يعدي، لان التايكونز او المشاريع العملاقه او الكائنات العملاقه بتعرف تعدي من الوباءات، ومش هي دي اللي بيقاس بيها نجاح الاقتصاد. فلذلك يعني بنشيد تماما بدعم خصوصا دعم المشاريع الصغيره ومتناهيه الصغر، رفع قليلا او تاجيل الفوائد على القروض و التعثر اللي فيه اصحاب المشاريع الصغيره ومتناهيه الصغر، لان ده اللي هيساعد ان احنا لما نعدي الازمه ما يبقاش في مشاريع قفلت. وده اكتر ازمه ممكن يمر بيها اي اقتصاد في اي بلد ان المشاريع الصغيره تقفل. دكتور اسلام، شفت ازاي حاله الانضباط من المواطن المصري في الشارع؟ شفت الحالتين. شفت الحالتين. الحالة وعكسها. شفنا الناس اللي متخيل ان احنا خدنا اجازه. يعني ليله عيد يعني. المولات والاسواق وزحمه رهيبه في تكديس السلع، يعني مشهد ما شفناهوش بقالنا كذا سنه يعني. انه الناس بتخزن، بس هو بيخزن يعني بيقيس نفسه على الدول الاخرى، يعني الدول الاخرى حصل فيها حظر تجوال، فبالتالي هو محتاج يعني يعمل ستوك لنفسه من السلع. بالظبط كده، بس قد يكون مش له عذر يعني. مش محتاجين كده، لان كده كده لسه السلع ما فيهاش مشكله. ما عندناش لسه حظر تجوال، متوفره. لو هيبقى في حظر تجوال او لو هيبقى في خروج للاسواق، احنا بس بنناشد الاماكن اللي فيها التسوق ان هم يحددوا ساعات لكبار السن، يعني في بعض الاماكن قليله جدا عملت كده، وساعات معينه في اليوم لكل فئه او لكل حي زي ايطاليا ما عملت. الحاجه الثانيه اللي شفناها، شفنا ناس ابتدت تبقى ملتزمه جدا في ان هم يكيب دايما يخلي في مسافه امنه بينه وبين اي شخص، ما يركبش بقى مواصلات على قد ما بيقدر، ما بينزلش من بيته، ما بيختلطش بقى الناس الكبار في السن اللي معاه في عيلته، فده شيء ايجابي كويس. في بعض الناس يعني خدت الموضوع زي ما كنا بنتكلم كده بوسواس قهري على طول. في كمامه والجوانتيات، وهي على فكره ملهاش لازمه، والله ملهاش لازمه الا لشخص يعني مختلف. الكمامه ليها لازمه لو حد شاكك ان عنده الاعراض، لو حد شاكك ان عنده الاعراض، او مش عشان يحمي نفسه من لا مش عشان يحمي نفسه، او ان هو في مكان مزدحم للغايه ممكن اللي يبقى اللي حواليه كده، لكن في حياتنا العاديه دكتور اسلام يعني دول العالم عماله تسعى للكمامات وتستورد كمامات عشان الناس تلبسها. ده نصايح من نظام الصحه العالميه وكل المنظمات ان عايزين نقلل شويه، طالما الشخص مش بيتعرض في مكان زحمه ومش موجود في مكان طبي وما عندوش هو مشاكل، ما فيش داعي للكمامات. خلي خصوصا ان احنا عندنا نقص كبير جدا حاليا في المستشفيات للكمامات، فاحنا عمالين نسحب الكمامات حتى الاماكن الاماكن الخيريه بيوزعوا كمامات على الناس، وزعوا كمامات في المستشفيات. طب وسائل النقل العام النهارده بيقال انه بيوزعوا الكمامات على كل ركاب المترو. وسائل نقل عام لو زحمه محتاجه كمام، لكن الحياه العاديه واحد نازل يشتري حاجه وراجع كده كده احنا ما بنلتزمش بالبروتوكول بتاع الكمامه. الكمامه اصلا ما ينفعش يلمسها بايده، ولو نزلت من على وشه يهرميها يلبس واحده ثانيه. نشوف الناس هو الكمامه واحده وماشي بيها اليوم كله، وعمال يلم عليها الجراثيم ويمسكها بايده وينقل الجراثيم من عليها لوشه لايديه. الاحسن تبقى مش موجوده، يعني هو امام له، افضل ان الكمامه ما تبقاش موجوده. بالظبط، الا لو هيستخدمها استخدام صح، وده طبعا صعب جدا، يعني يخرج من مكان لمكان يغيرها، لو لمسها او نزلها يغيرها، هيدخل بيها مكان زحمه يلبسها مكان الزحمه، يخرج منه يرميها يلبس واحده ثانيه. فهي التداعيات بتاعتها ممكن تكون خطر لو الشخص بيستخدمها غلط. الجوانتي بقى لازمته في ايه؟ احنا عايزين لمس الاسطح. يعني هو خدها على الجوانتي
هو ايدينا بنعرف نعقمها بسهوله، هنغسلها هتتعقم. هعقم الجوانتي ازاي؟ خد الفيروس على الجوانتي، خد الفيروس على الجوانتي ويفضل بيه ويلمس بيه وشه، يلمس بيه حاجه تانية، فهو نقله من مكان لمكان. الايد امن، وانا بحافظ على ايدي ولا بحافظ على وشي؟ انا بحافظ على وشي، ده اهم حاجه. مش عايز ايدي تلمس وشي، يعني الافضل برضو من غير جوانتي. من غير جوانتي، خصوصا للسيدات الجوانتيات لو فضلت ملبوسه فتره طويله بتجيب امراض جلديه زي الكونتاكت درماتايتس مثلا. هي يعني هتبقى عندها ذعر رهيب من المرض اكتر من كورونا. طب اخيرا لحد ما عايزين نقلل شويه الموضوع ده، دكتور اسلام، اخيرا كلمه توجهها للمواطن المصري النهارده، يعني اللي يحمي نفسه خلال الايام القادمه خصوصا الاسبوعين دول. احنا عايزين من المواطن المصري حاجه، عايزين مننا احنا كلنا كافراد، لا استثني نفسي، حاجه ان احنا الاسبوعين الجايين دول اسبوعين حاسمين. يا اما نعدي الفتره دي بسلام ونرجع لاشغالنا والاقتصاد ينتعش تاني ويرجع نشوف بعض براحتنا ويرجع البلد زي ما هي، او ان الموضوع يتفاقم. الموضوع ده مبني عليه دورين، في دور للدوله طبعا فان احنا لحد ما نزود الاحترازات، بس في دور مهم جدا للمواطن، موضوع البعد عن اي شخص تاني، المسافه الامنه، كل اللي احنا عمالين نقوله في الحلقه والناس كلها بتقوله من شهر 12 اللي احنا عمالين نعيده، وفكره المسؤوليه الاجتماعيه، الوعي بس. ولو الدوله في 100 مليار مخصصه لمواجهه الفيروس، بالتالي محتاجه، وكان اشار ليها سياده الرئيس، جزء كبير جدا للوعي، فكره البقاء في المنزل، اقعدوا في بيوتكم، الاتصال عن بعد، الشغل عن بعد، الوعي لازم يزيد، وده محتاجين نضخ فيه فلوس مهوله عشان هو ده الفيصل ما بيننا وما بين يحصل اي تفاقم للوضع. ويعني نتمنى السلامه لكل المرضى على مستوى العالم، وان شاء الله نعدي الازمه دي على خير ان شاء الله. انا بشكرك شكرا جزيلا. شكرا. دكتور اسلام عنان، استاذ اقتصاديات الصحه وعلم انتشار الاوبئه. شكرا، شكرا جزيلا. شكرا. دكتور اسلام. شكرا. بشكر حضراتكم على المتابعه، وغدا لقاء جديد وحوار جديد في حوارات اليوم، فالى اللقاء.